حديث الأوساط السياسية والفنية، الكل بيتكلم عنه، فيلم أوبنهايمر، طبعا قصة الأب التاريخي للقنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر، كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي. ليه؟ الفيلم بيتكلم بيتحدث منذ نشأته حتى وصوله عشان يبقى في النهاية عالم كبير جدا، عنده القدرة على استخدام الذرة والعلم المحيط بها لصنع أسلحة الدمار الشامل. من هنا جت الإشادة بالفيلم. وبالمناسبة الفيلم حتى هذه اللحظة في أيامه الأولى عامل إيرادات قد إيه؟ 100 مليون دولار. متخيلين الرقم عامل إزاي؟ لكن النقاد والسوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة كان ليهم رأي مختلف شوي بعد الخطأ التاريخي اللي اكتشفوه في مشهد من مشاهد هذا الفيلم. عالم الولايات المتحدة الأمريكية موجود في هذه الفترة، المفروض أنه هو طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة في 50 نجمة، دي طبعا النجوم دي اللي هي عدد الولايات في هذا التوقيت. ما كانتش لسه ألاسكا وهاواي اتضموا للولايات المتحدة الأمريكية، فكان في هذا التوقيت كام؟ 48 نجمة. لكن هم لما عدوا النجوم، يعني شوفوا بقى الدقة بتاعت الجمهور لما يحط في دماغه حاجة، يعني عدوا النجوم اللي هي مش باينة دي، عدوها وشافوا بقى ان دي مشكلة كبيرة ودي سقطة ما ينفعش تكون موجودة في فيلم كبير زي ده. على كل احنا عايزين نعرف رأي النقاد في هذا الموضوع. معنا الناقد الفني عصام زكريا عشان يكلمنا عن هذا الموضوع. يا استاذ عصام مساء الخير عليك. مساء النور، اهلا بيك. من وجهة نظرك قبل طبعا ما نتكلم عن الفيلم وتقييم الفيلم بشكل عام، من وجهة نظرك هل شايف ان دي مشكلة كبيرة؟ لا مش مشكلة كبيرة ولا حاجة، اصل انت فكرة ان انت تعيد تخليق يعني او تصنيف فترة تاريخية قديمة من غير يعني اي خطأ، ده نظريا مستحيلة. يعني اكيد يعني هيبقى في حاجات هتعدي. هو حضرتك قلت الجمهور بتاع السوشيال ميديا ما شاء الله يعني قاعد يتصيد الاخطاء، وحاجه اعتقد ان هي مش هتؤثر في يعني ايه لا تؤثر؟ صوت حضرتك مش واضح يا استاذ عصام. لا تؤثر على الفيلم يعني من بعيد او قريب، لكن هي ملحوظه طريفه يعني. هي بتؤكد ان الجمهور مركز، فالقائمين بالضبط على صناعه الافلام اللي زي دي لازم هم كمان يركزوا اعتقد. بالظبط بالظبط. واكيد هوليوود طبعا بتحرص ان هي تبقى دقيقه جدا في الحاجات التاريخيه دي بقدر الامكان برضه، يعني احنا بنتكلم بنقول بقدر الامكان، لانه الدقه التاريخيه بشكل كامل حاجه مستحيله يعني تحصل. طيب يعني هسألك لازم يكون سؤال في حاجه تعدي يعني. طيب هسألك سؤال بشكل مختلف شويه. احنا قلنا ان ايراداته عملت كام لحد دلوقتي في ايامه الاولى؟ 100 مليون دولار. لو كانوا اكتشفوا هذا الخطأ اللي من وجهة نظر السوشيال ميديا ان هو خطأ كبير جدا، لو كانوا اكتشفوا هذا الامر في بداية عرض الفيلم، هل كان ممكن يأثر على الايرادات؟ لا طبعا، لا 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 لا, لا ما اعتقدش يعني، لان دي حاجة صغيرة قوي يعني. يعني هي بس للفكاهة يعني كده، لكن هي مش مؤثرة لا في الأحداث ولا في الشخصية، ودي الحاجات المهمة يعني. احنا خلي بالك احنا أي فيلم بنتفرج عليه تلقائي احنا بنفوت اللاواقعية بتاعته، يعني فيش فيلم بيوضح الواقع 100%، لكن هو يا عيني المتفرج متعودة بالأساس على ان هي تستبعد الحاجات اللي مش واقعية او اللي مش منطقية. فأي فيلم هنلاقي فيه حاجة مش مظبوطة، هنلاقي فيه حاجة مش ده الشارع ده مش هو الحقيقة. لا ده الحي ده ما فيهوش. طب ده لا يؤثر على الأحداث ولا ممكن يخلي الجمهور يعيد التفكير في كل حاجة موجودة في الفيلم؟ يعني هم مثلا بعد ما اكتشفوا حاجة زي دي هم شايفينها حاجة كبيرة، ممكن بقى حد تاني يقعد يتفرج على الفيلم مرة تانية عشان بقى ايه يقعد يركز في كل صغيرة وكبيرة في الفيلم ويشكك كمان في المعلومات اللي موجودة في الفيلم. والله هو طبعا في ناس علقت على بعض الحاجات التاريخية، لكن برضو يظل برضو نفس الكلام ينطبق، انه التاريخ في الآخر مش حكاية واحدة وفي مصادر كتير للتاريخ وفي وجهات نظر في التاريخ. فأي فيلم أنت بتتناول فيه فترة تاريخية هيطلع لك ناس وهيشوفوا إن اللي أنت عملته ده مش دقيق من وجهة نظرهم.
لانه دي حاجه ضد الطبيعه البشريه ان الناس كلها تتفق على حاجه واحده. خليني اقول لك حاجه، احنا نفترض ان في حدث حصل دلوقتي وكلنا كنا شهود على في 20 واحد في الموقع بتاع، هات ال 20 دول وخلي كل واحد منهم يحكي لك اللي حصل. طبعا لكن انا مش يعني دعني اختلف معاك في النقطه دي، لان احنا مش كتاب تاريخ. طبعا انا معاك في النقطه دي، لكن مش احنا اللي هنكتب التاريخ. لكن لما يكون في تاريخ وفي وقائع قديمه مكتوبه مثلا في روايات، يبقى اعتقد انه يجب ان نتناولها وفق ما كتبها في هذه الفتره. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، الناقد الفني عصام زكريا، الف شكر ليك.